السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة ماما وزيادة التعليمية. النهاردة جايبة لكم سلسلة نور البيان لتأسيس الأطفال، أو التأسيس عامة، مش شرط الأطفال، ممكن الكبار كمان. النهاردة جايبة لكم سلسلة نور البيان في العربي والحساب أو الرياضة والإنجليزي، وفي كتاب جديد معايا اسمه اقرأ واكتب المدود والسكون. الكتب دي في ناس معاها، طبعا كلنا عارفين الكتاب نور البيان الأصلي العربي. النهاردة جايبة لكم كتاب الإنجليزي نور البيان اللغة الإنجليزية، وجايبة لكم كتاب نور البيان في الحساب مبادئ الحساب، وجايبة لكم كتاب اسمه اقرأ واكتب، ده من سلسلة نور البيان، نفس اللي عامله نفس المؤلف محمد حسن محمد، اهو محمد حسن محمد وطارق السعيد، نفس السلسلة اللي هي محمد حسن محمد ده عشان الانجليزي مختلف شوية. الكتب دي اي حد عايز يأسس ابنه من البداية، عنده طفل عايز يأسسه من البداية، دي عندي سلسلة نور البيان. انا عملت فيديو قبل كده هتلاقوه موجود على القناة، وعامل مشاهدة كبيرة جدا جدا جدا، والناس لحد دلوقتي بتتفرج عليه وتقول لي ابعت لنا اللينك بتاع الكتاب نور البيان انجليزي. انا عامله ريفيو عليه كامل على القناه، ولو حد عايز الكتاب يحمله يدخل على قناه ميس ماما التعليميه، دي القناه بتاعتي، هيلاقي الريفيو عن الكتاب كامل موجود على القناه، هيلاقي البي دي اف للكتاب من جوه، هيلاقي بي دي اف للكتاب كامل لو عايز يحمله لو عايز يطبعه. الكتاب طبعا جميل جدا، انا هعمل لكم ريفيو كده سريع عن كل كتاب. ولو عايزين الكتب دي تدخلوا على قناة ميس ماما التعليمية، جروب على الفيس ميس ماما التعليمية، لو مش عارفين توصلوا له اكتبي لي في التعليقات وانا هقول لكم، ابعت لكم اللينك بتاع الجروب الخاص بالجروب ده بتاعي، انا هوريكم كل الكتب ريفيو عنها. اتفرجوا معايا على الفيديو للاخر، هقول لكم سعر كل كتاب ايه عشان مفيش حد يضحك عليكم ويقول لكم الكتاب ده سعره كذا وده غلي. انا هقول لكم الكتب اللي انا لسه شاريها قريب والكتب اللي انا شاريها من بدري سعرها ايه وممكن دلوقتي تكون وصلت لكام. اتفرجوا معايا للاخر، وقبل يعني رجاء قبل ما افتح الريفيو او قبل ما ابدا باي كتاب، كل اللي هتعمله تعمل لايك للفيديو دلوقتي، مش هتخسر حاجه، دوس على علامه الاعجاب او اللايك عشان الكتاب يوصل لاكبر عدد من الناس وكله يستفيد، او اعمل اشتراك في القناه وتخصيص للجرس، اهم حاجه علامه التخصيص عشان في ناس بتقول لي كتب مش بتوصل لي. انا هنزل شرح الكتب دي بالتفصيل، موجوده في دروس بالفعل انا شرحتها قبل كده موجوده على القناه، وفي دروس انا هكملها. لو حد عايز اي درس يكتب لي في التعليقات. انا عندي اول كتاب نور البيان انجليزي، ده كتاب نور البيان في اللغه الانجليزيه، ده كتاب جميل جدا جدا جدا، انا الصراحه علمت ابني عليه اتعلم يقرا بسببه. الكتاب بدايته الحروف، انا هعمل ريفيو سريع، الكتاب زي ما قلت لكم موجود انا عامله ريفيو عليه كامل، ولو عايزينه بي دي اف موجود، ده ريفيو عن الكتاب، ريفيو سريع كده. عايزه بس اوريكم بعد مرحله الحروف دي شارح ايه، هنا كاتب زي كده ايه سونج كده اغاني الحروف. عايزه اوريكم بقى بدايه التاسيس، بس كل ده الحاجات دي كده كل ده عادي، الحروف المتشابهه في النطق. عايزه اوريكم هو بادئ من اول ايه، من اول هنا بقى يبتدي التاسيس بقى ازاي نتعلم نقرا. مورينا اول حاجه الفاولز، الفايف فاولز، الحروف المتحركه، الحروف الساكنه، بادئ بقى كل حرف مدهولنا وعليه كلمات. اول حاجه مقطعين، كلمه من مكونه من حرفين، وبعد كده ثلاث حروف، ب بيج ك كان د ديت، ده المقطع التاني. عاملين بقى قواعد، دي ريفيجن على المقطعين اللي هم الاول اتنين، الكتاب كله كده. القاعدة التالتة، الرابعة، الخامسة، السادسة. انا كل يوم كنت بدي لابني قاعدة وفي الاخر نعمل ريفيجن مع بعض. كتاب جميل جدا، كتاب جميل، ده ريفيو عن الكتاب كله، ده كتاب نور البيان في الانجليزي. الكتاب ده انا جايباه من سنتين، كنت جايباه بعشرة جنيه من سنتين، دلوقتي الكتاب ممكن تلاقيه بخمستاشر جنيه، يعني الكتاب ده ممكن نلاقيه دلوقتي بخمستاشر تلتاشر، مش هيزيد عن كده. ده الجزء الأول، وإن شاء الله أول ما يوصل لي الجزء التاني هنزله لكم على طول، هعمل لكم ريفيو عليه. ده سلسلة نور البيان، ده كتاب
خلي ده في الاخر. عندي نور البيان في الحساب، نور البيان في الحساب ده حكايه حكايه. ادخل على القناه هتلاقي انا عامله ريفيو على الكتاب كله صفحه صفحه، هتلاقي فيديو صفحه صفحه عن ريفيو عن كتاب نور البيان. اللي ما شافوش يدخل يشوفه، واللي مش عارف يوصل له يكتب لي وانا هبعته له في التعليقات. يكتب لي في التعليقات انا عايزه ريفيو الفيديو بتاع الكتاب وانا هبعته له. انا هوريكم نبذه مختصره كده عنه. اول حاجه مرحله ما قبل الكتابه، او مرحله ما قبل مسك القلم، ازاي اعلم طفل ازاي يمسك القلم. ارقام، الاتجاهات، هنا الكبير والصغير، طويل وقصير، هنا ثلاثه. بعد كده هناخد الاتجاهات اللي هو بص الارقام كلها اهو، يمين يمنى ويسرى، امام وخلف، سبعه. في حاجه برضو كانت عاجباني انا قلتها في الريفيو، ادخلوا على الريفيو شوفوها. لما بيجي يدينا الارقام هنا، دي الرقم 12، هنا مدينا الرقم ان احنا مش مدينا الارقام بالترتيب عشان في اطفال بيحفظوا الارقام بالترتيب. هنا ملخبط لنا الارقام 11 7 6، ان احنا لما نيجي نقرا عارفين ده 11 ده 7 ده 6، بنحفظ الارقام من غير ترتيب. وفي الاخر بقى بعد ما خلص مرحله الارقام، هو الكتاب ده يعني بيمهد لك ان انت تخلصه وتدخل اولى ابتدائي على طول، يعني انت يعتبر مخلص منهج اولى ابتدائي. وعرفنا بقى الترتيب الاكبر والاصغر، الترتيب التصاعدي والتنازلي، الاحاد والعشرات، مكونات الاعداد. ادخلوا على القناه هتلاقوا ريفيو كامل عن الكتاب. الكتاب ده انا شارياه ب 15 جنيه، الكتاب ده انا شارياه من اسبوع ده اللي هو من تاريخ الفيديو اللي انا منزلاه ب 15 جنيه، ما لحقش يغلى اكيد. ده نور البيان في الحساب، سلسله نور البيان اهي. نور البيان عربي كلنا عارفينه طبعا، لا غنى عنه في اي بيت. كتاب نور البيان عربي لتعليم القراءة ده كتاب فوق الممتاز. كتاب نور البيان عربي ده بيعلمك بقى من الاول الحركات، حركات اول الحروف، بعد كده حركة الفتح، الكسر، الفتحة. كتاب موجود عندي على القناة برضو، جمل مكونة من كلمتين. يدخل بعد كده على الكسر، كلنا عارفينه نور البيان عربي. انا عندي كتاب فتح الرحمن برضو عربي، انا هعمل ريفيو عن كتاب نور البيان وفتح الرحمن وهقول لكم ايه الفرق بين ده وبين ده. في ناس بتحب فتح الرحمن وفي ناس بتفضل نور البيان. انا عن نفسي بحب نور البيان، انا عن نفسي بحب نور البيان. ليه؟ نور البيان موسع شوية، في جمل كتيرة، في كلمات كتيرة، الكلام فيه مش بترقعة، يعني ده الميزة ان الكلمة بتكتب بالكلمة نفسها. بصوا خطه حلو ازاي، كبير ازاي. فتح الرحمن الكتاب بتاعه الكتاب حلو برضو، بس الميزة فيه ان هو بيكتب اغلبية الحروف بالرقعة، حرف المشبك، بيبقى صعب جدا على الاطفال يقرأوه. انا بحب نور البيان، انا بحب اشتغل بيه الصراحة. الكتاب ده سعره 11 جنيه، ودلوقتي موجود نزل يعني في يعني الجزء النسخة الجديدة منه مكتوب عليها 15 جنيه، هو أكيد غلي وسط الغلا اللي احنا فيه فبقى ب 15 جنيه. نور البيان في اللغة العربية، نور البيان ده حكاية حكاية، أنا هشرح منه، تابعوني هشرح منه كل يوم فيديو جديد، كل يوم هنزل شرح ازاي نتعلم القراية. لو حد عايز يتابع معايا سلسلة التأسيس كل يوم هشرح درس جديد، فتحة، كسرة، ضمة، سكون، كل يوم هنزل شرح من الكتاب وهعلمكم ازاي تقرأوا وهعلمكم ازاي تتملوا وهعلمكم ازاي تكتبوا. كل يوم هنزل درس جديد معاكم وهنقرا مع بعض كل يوم، هخليكم متفوقين في اللغة العربية. ده فتح الرحمن، ده نور البيان اقصد في العربي. عندي كتاب بقى اسمه اقرأ واكتب، ده برضو سلسلة من سلسلة نور البيان. الكتاب ده جميل جدا 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 جدا، ده المدود والسكون بس، ده الجزء الخاص بالمدود والسكون. يعني بمجرد ما اخلص المدود في كتاب نور البيان ادخل على المدود هنا عشان تثبت معايا، شارح المد بالتفصيل الممل، عارفين اللي هو التفصيل الممل اهو، مراجعه على الحركات، دي الحركات القصيره، فتحه، كسره، ضمه،
دي الحركات القصيرة، المدود عملنا هنا الحرف المد نكتبه بخط ايدينا. الكتاب ده مش هنلاقيه موجود كتير مع الناس، نادرا جدا. ده كتاب انا بشتغل فيه مع ابني، بس كل ده عن المد بالالف اهو، كل ده مد الف مفصل ازاي. كل دي تدريبات عن المدود، هو يكتب بخط ايده زي في الكتاب بالظبط. كله تدريبات، كل ده عن المد بالالف نكتب بخط ايدينا. ده بقى بيخليك مش تنقل، يعني انا في كتاب نور البيان بقول لهم انقلوا القطعه دي في الكتاب في الكراسه، لا هنا يكتب القطعه هي هي اكتبها تحتها اهو. المد بالياء، متى المد بالياء كتاب تحفه 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 يعني بصراحه، يعني مش عارفه اقول عليه ايه. هيخلينا يعني بعد ما نخلص المدود هيخلينا خلاص نشرب المدود. احنا ممكن اصلا يعني الكتب دي اللي هي متخصصه في الحركات، حركات معينه، احنا ممكن ما نشتريش نور البيان. يعني احنا لو عايزين ما نشتريش نور البيان ونشتري الكتب دي بحيث ان احنا نشتغل فيها. يعني بصوا عايز اوريكم حاجه، سلسله نور البيان هنا من ورا، انا عندي الكتب تتكشف ضريب بس في ال ايه دي. يعني عندي كتاب اسمه لون وارسم، كتاب اقرا واكتب المدود والسكون، عندي لون واقرا. حركات لون واقرا، الحركات لون واقرا، تنوين وتجديد. يعني احنا ممكن نشتري كل كتاب لوحده. يعني ده المد، ده ألف، ده ألف باء، ده الأول اللي هو الكتاب الحروف العادية، ده هو كشاف ضارب بس في الموبايل في الصورة مش قادرة أوضحها لكم قوي. الحروف بطريقة الفتحة، دي السلسلة بتاعت نور البيان. دي سلسلة نور البيان زي ما قلت لكم. كتب، في كتب تانية برضو أنا بشتغل منها، دي كتب اللي هي سلسلة نور البيان. في كتب تانية لو حد عايز تاني كتب انجليزي، انا عندي كتاب اسمه اي كان ريد، ده الكتاب ده برضو زي نور البيان انجليزي، ده بيعلمك من جوه ازاي تقرا برضو، بس مش منظم قوي زي نور البيان. اي كان ريد كلمات، عبارة عن كلمات وجمل، ده اسمه I can read. عندي الكتاب بتاع سيس ميس، لو حد مش عايز حساب عايز ميس، ده كتاب الماس جميل جدا. الماس بدأ معانا من البداية خالص، كي جي وان وكي جي تو، يعني هو كتب الأرقام كلها في الأول كده لحد التين، بعد كده بقى جايب اكسرسايز عليهم اهو، تدريبات بقى لغايه التين، بعد كده جايب تدريبات بقى اكسرسايز اهي ماتش وهنا بقى جايب الاديشن الجمع. ده كتاب جميل جدا. عندي كتاب تاني اسمه كتاب قواعد الحساب، ده المستوى التاني. انا كان عندي المستوى الاول كنت بديه لابني اللي هو لما كان في كي جي 1، دلوقتي في كي جي 2 دخل في المستوى التاني، كان بياخد هنا بياخد الارقام لغايه 100، كان بياخد الارقام لحد 20 بس ارقام. في بقى جمع، طرح، حاد، عشرات، كل دي كتب تاسيس. عندي كتب جميله جدا، يا رب تعجبكم. اللي عنده اي ملاحظه اي معلومه يكتب لي وانا ارد عليها على طول. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، قناه ماما وزياده التعليميه.